رسمك باش داخل انت على القليل احسن. نعم داخل 300 مليون يا جان. وفي توشي تا زحلوا لي طرف فاش قاعده نخمم كان 3 كيلو كوكا في كرهبة دخلنا الفلوس هذي الكل. تخيل كان نعديو كادرة كوكا. وجيبوها ديريكت من كولومبيا. كولومبيا ريق افلام هذا. كل شيء قريب بحذنا مارسيليا امستردام اسطنبول مرنا جايه. بدي يبوم لازم تنقفيها. والله قال الحق شبيك ابراهيم تخضك. انا لازمني نحسب الفلوس. كي نمشي نكملوا على الريتم هذا الفلوس ما عادش نحسبوها باش نوليو نوزنوا فيها. شبيك مزروبه تجي تحسب فيهم الكل تا؟ لازمني 300 مليون باش نرجع فلوسهم. واو ما تفهمناش هكا يخدينا نقسموا احنا زرعنا هم خلاصات اللحامه الكباره الرشاوي كيف باش نعاودوا نجيبوا السلعه. انا يعني لازمني نرجع فلوس امي ما نفهم شيء. مالنا زاده يلزمني نرجع فلوس امي وبابا ما نفهم شيء. يا اخي ما نجموش نرزنوا شويه نفهموا بعضنا. ايش بيكم يا اخي دخلتوا بعضكم؟ تدي زيد انتم بتاع شغل تاع زوز تر كان تر الحكايات هذوما قويين عليكم. وانا شمامها ما باش تخمش كان بحكايتكم الفارغه. امي بابا يا اخي ايش بيك انت سميت روحك وحدك كبران علينا تخرج نعمل وش ما نعملوش؟ يا اخويا تعرفش كيفاه ما نعملوا حاجه كمان تفهموا في ثلاثه. وكان ما تفهمنيش نعملوا تصويت. صباح هكا سي ابراهيم زين اي باه انا يلزمني نرجع الفلوس لامي ما كانش باش تخرج على ريوسنا ثلاث خاطر شلقت بيا باللي انا سرقت لها فلوس وبعثت لي خواتي زوز للساله حزرون انا راني مانيش خايف لو يضربوني نورما ومانيش خايف زاد لا تمشي تشكي بي خاطر امبوسيبل تعمل يا ما خايف لي شدوا شرطي ويسلخوا بحكايه التالك متعود باش تخليوني نرجع الفلوس اي ولا لا خلي يشلقوا ما عندهم ما يعملوا الكلنا مقحفين والدينا يا اخي شبيك ما تفهمش؟ تعرف ابسط حاجه تنجم تصير شنيا؟ يباير باير بخوي عادي على الاخر تلقاه عامل نصبه ويبيع في الكوك، لا ويكمل يعمل لي درس في الاخلاق زاد، وبدر هذاك عاد هو مخ، كان مازال عنده مخ ما عادش عارف، والله اخواتي راهم ضاربين طول. على اساس خواتينا مش ضاربين. يظل انت اللي وليت ضاربه من الهم اللي تاخو فيه. انا نشم الزز من العيشه الكلبه اللي عايشتها، نخدم ونسد من الصباح لليل. هاي ركحوا لنا شوي الجو خلينا نصوتوا. ابراهيم تحب ترجع فلوس امك اي ولا اي زينه تحب ابراهيم يرجع فلوس امه اي ولا لا ايمن تحب ابراهيم يرجع فلوس امه اي ولا اي زوز اصوات ضد واحد معنى ابراهيم تنجم ترجع فلوس امك والله لا تحشمها تصوت ضد اختك يا انت ما تحشمش تصوت ضد راجلك ونقول لك بالرسمي حاس مخك بدا يتمس مخي لاباس علي هاي كان باش تعرف واستناني خلينا نخرج كسرتوا لي راسي ابراهيم هز لامك 150 وانا تنخلص على جماعه بالمسابق وناخذ جمعه من عند الراجل. اي وش نقول لها الشطر الثاني؟ رساله برشا تقول لها الشطر قاعد عندي كاش والباقي في الباك. يلزمني نهارين ثلاثه باش نجم اخرجهم. باهي خلينا نمشي انا. ما تعركوش عاد الاولاد ما كانش طوطون اي من يتغشش. جيت شبابه؟ والله لا تحشمها. باه ما نحشمش وسارق واللي تحب انت، جيت نرجع لك فلوسك وماشي على روحي. فعود قول سامحني يا امي جاي تزعلي في كتافك؟ هذا تفوي معاك يا ابراهيم؟ دي كله منك، كبست وحلنت وما حبيش تعطيني باي. كذاب وسفيه، قلت لك احكي لي على المشروع اللي باش تعمله وانا نعطيك، يا اخي انت سرقتني. هاي سرقت لك شيكيه ودلست لك تصحاحت، هي تحب تشكي برشكي. يا اخي شنو عملته لك انا؟ اللي حب ترجع الفلوس دونتك على امك؟ يا خاطر انت ما حبيش تسيخني باش نعمل المشروع اللي حبيت عليه، هي وليت تصرفت. تحب سماها سرقه سماها وانا حاسبهم سلف وهاني اليوم جيت نرجع لك شويه من الفلوس والباقي يصبر عليه جماعه تاخوهم انت باش تعمل مشروع وتدخل منه فلوس وتجيب منك ربيه على حسب هاي تدويهم علاش بيني انا في بالك اللي لابس عليهم في البلاد خير ولا اذكى مني الدنيا مش حاله معايا وبر ومعروفه فلوس تجيب الفلوس وهاي هي ميت بينات يا اخي انا ما نحبلكش الخير انت واخواتك مش في بالك ما نحبش راكم متهنين وفي سرايكم اما انا خايف عليكم شفت باش وليتوا راهي الفلوس تعمي بنادم كان انا نموت شنو باش يصير فيكم؟ اللطف عليك امي بعد عمر طويل امك كان جيت امك بالحق عمرك ما تحكي معايا هكا وتعمل اللي عملته انت والله تلزيت امي جوز سلك اموري وبعد رجع لك فلوس ونعرف حتى انا ماهيش عاجبتني الفاز يا ما مفيده راني مخنوق فادت نحب نجنح كي ندادي عاجبك حالي هكا باهي انا بصراحتك دنيا واخره
اما ريد ريد لازم تبلبيز. انت كي جيتي في ساحه سعيده وفهمتني شو اللي باش تعملوا راني عطيتك وما عطيتش مزيه. بيها يا امي عندك الحق سامح ولا غالب غلط. بيت نجم تحكي لي عن المشروع اللي سرقتني على خاطره؟ تو قول لك اما مش تو، خلي كل حاجه في وقتها به. خرك على روحي بالكداس يا ربي سهل. اهلا. ايش بيك تفرك؟ خايضه نضيف العشاء. فاش طاي؟ مقرونه. سلام. ايش فيك تضحك؟ تحكي بجدك ما تعرفش تطيب مقرونه؟ انت ما نعرفش نطيب جمله مش كان مقرونه. فرحانه بروحك. مالك باش تعرس مش تعمل؟ باش نحل التليفون كيما تو ولي غوسات الكل موجودين سيغ انترنت. ما انت مش تفاسكي. تنجم تقول. سكر علي. بعد ترى. اش تعمل؟ كي طلعت ماكش فيها ما شيء ما ترتيب خلي على الاقل واحد يضمن على عشاء. يزي شكون قال لك باش تطلع خايبه؟ والله نتبع فيها على الاخر. ما تعرفش تطيب وما تشمش برشا. شبيها هاي ريحة الطماطم قاعدة تتقلى. يا روحي هذيك ريحة حريق، الطماطم تشوش تتسعي. و؟ ترى ما يتكسرون. تعرف طيبة؟ يبي تبيع عسل ما فهم. بلجوتو؟ أنا تظهر لي ياسر صعيبة الحكاية. أنت ماكش مستانسة بر. المفيدة تقول لتطيب روح ونفس. عندك نفس ولا ما عندكش؟ بارك الله فيك، حطمت لي المرأة. خليني عاد نركز باش تجيك مقرونة بنين. كل ما نزيد نعرفك كل ما نبهت فيك. شنو اللي تشوفيه بعد؟ محلك. بدر توا انت نهار اخر كان ربي يسهل، قديش من صغير ناوي تجيب؟ توا. علاش؟ خاطر سيدي جا عندي بيبي. نحكي بجدي. هات انا نحكي بجد. لا انا نجيبوه ولا انت. صوفي هادي تعرف قديش نحب، اما شنو هي العيشه اللي تستنى فيه؟ انا مانيش نقصد فيك انت، يا معاك تشوف الجو كله مش هو، خلي واحد يريق الامور ومن بعد ربي يعمل دليل. الطماطم تاعك باش تعاود تشد. يخلي تشد، انا ما نحبكش تاخذ في خاطرك مني. يمكن عندك الحق، اما كلامك ياسر يوجع. يا باش تطوي صفحه ونتعداو لحاجه اخرى، أما كان باش تقعد هكا ديما تزرق لي راهي ماهيش عايشة. عندك الحق. شنو؟ رجعت أنت وصوفيا؟ احكي لي عاد كيف رجعت فاستك؟ لا رجعنا بابا عاد. مبروك خويا. مبروك القرون والله موتيني. سكرتي فم. اهلا بك. عارف. خي نورمال انت في مخك. بعد اللي عملته فيك الكل كورت بك كيف ما تحب تقول لي رجعنا. خويا تحب حاج ورجولاتك وقدرك يتمسوا حاجه اخرى ولد مفيد. شو شكون يحكي يا عارف؟ والله تفكرت حاجه قلتها لي انت قبل. اشنو هي؟ الحجر مذوب وحسن مذوب. خوياني باش نعاودها لك، الحجر مذوب وصوفيا نتاعك مذوب. وشني؟ باش تعرسوا وتجيبوا بامبينو وكرفازات. علاش لا؟ بيك تكشخ. لا انا كنت مضروب في حسن، وانت هاك مضروب في دري شو اسمه هذا يا صوفي. خشبين احنا ما نضربوا كان في بنات الحلال. خاطر احنا زاد اولاد حلال خويا العزيز. لا عليه انا شوف فيهم انا مناظر وخماج. ما ياخذوا كان بنات حلال وبنات ديار وبنات دافيين. هاك قلت افهمك ياخذوا مش يحب. علاه؟ طفله دافيه هكا وباهيه ما تحبش. تتحب؟ يا معاك تشوف
احنا ما تحلى في عينك كان الحاجه اللي لقتوها من الزبد. احكي على روحك خوي، انا دورت يا محامي ونزلت بها المحامي. زح زعما ما كانش الامور تنجم تمشي بريتنا انا وياه. هكاك انت تعرف خير. انا ما عادش نعرف شيء، انا الموجه تهز فيا وانا نتبع فيها. ما عندك خبر عليها؟ هي في بالي بروحها قطعت، ما بازرك شاف في دارها. انا باش نمشي باش نحكي معاه. حتى من صغير بنيتي انا وياه مش على روحه. والله ساعات ما نفهمكش. مش كنت تحكي لي اللي هي كبير عليك وبدي تفد منها؟ هذاك علاش قلت لك مانيش فاهم روحي؟ خاطر فد منها ما نحب نلقى حاجه باش نرجعها. انا نقول لك فسخها من مخك خير. باهي خويا، هاني فسخت. وهي باش تفسخني من مخها كي ركبرها نهار تمشي تحكي اللي تعرفه الكل. يا معلش مش تعمل، يقتلها وكاو. شنو هي؟ باهي معلش خويا نحبك تفهم. المحامي راهي مشات على الروح. حسب رأيي أنا ماهيش مش ترجع ومش تقعد تحت رحمتها، معناتها مش تعدي حياتك الكل وسكينة على رقبتك، ما عندك حتى حل واحد آخر. أنا على عزم نعرفها رجل، متصور ايش تعمل؟ إن شاء الله الحاج بوبكر يطلع يخمم كيفك اللي هي يا رجل. شبيحة بقلق قولي شانت فيه. والله نحبك في الهيبي أنا شوي. وأنا نحب نتلهيبيك برشا من بعد ما نعمل ستار. دنيا تلزينا غير كسات علينا الظروف وبنادم ملهوف اتبعنا وتشرينا والقلوب كي طعمة ما عاد تشوف وبنادم ملهوف يا دنيا يزينا حنن القلب علينا وروف كان تعمل معروف يزي ما قاسينا غير نشوفوا الايام الزينة خبينا الدمعة بتبسيمة وقلنا غدوة يجينا نهار جديد قلنا غدوة عيد وتفرح اللميمة خطوة مستقبلنا مش بعيد وما تتبدل ليد والفقر مش جريمة حكمتوا علينا من بعيد رميتونا ورا الحديد والدمع في عينينا ياما وياما الليالي في الظلمة بكينا يا دنيا يزينا يزي مقاسينا
دنيا تلزينا ما يتلام علينا ربي الحاكم فيك وفينا يا ما بالروج غمشينا ولد المرا غالب ومغلوب مسلم عبي جيوب ذكرنا تحبينا يا ما ثابت فينا كتوب وذوبنا كتوب والحاضر ماضينا والمستقبل ما يخبي العيوب غير يا بنادم توب وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيك وفينا يا دنيا تلزينا والقلوب كي تعمى ما عاد تشوف خبينا دمعة في تبسينا كيفك سرت علينا